عايزكم بس تتفرجوا على الفيديو ده. جاي من المانيا، رابطه مشجعي الزمالك في المانيا كلها بتساند اخوهم اخواتهم الوداديه. حرام عليك يا اهلي، جننت البوابين، اعالجوا ازاي دلوقتي والعقده من سنين؟ تخيل لما يكون مشجع زملكاوي مسافر من المانيا للمغرب علشان بس يقف يشجع الوداد علشان النادي الاهلي يخسر. متخيلين الاهلي كسر عينيه ازاي؟ متخيلين الاهلي خلاه يشوف كام خساره لفريقه بسبب الاهلي؟ متخيلين الاهلي داس على فريقه قد ايه؟ متخيلين الاهلي حرمه من كام بطوله؟ الاهلي عامل له عقده، والعقده دي باينه جدا في النقص اللي هو فيه. لما تكون مشجع لفريق الزمالك ورايح تشجع الوداد اللي هو المفروض منافس ليك في نفس القاره، ده يبقى انت ناقص قوي. وكل ده ليه؟ علشان تشوف الاهلي خسران. فعايز اقول لك حاجه، باذن الله ان شاء الله يوم الاحد هنرفع